لكم جميعا ونقدر حضوركم ومشاركتكم ونبارك للمرأة البحرينية يومها الوطني. والآن مع كلمة الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس عبد نبيل عبد الرحمن المحمود ليتفضل. إن الغرفة تحتفي بيوم المرأة البحرينية وتنظر بكثير من الاعتزاز إلى مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالدعوة إلى تخصيص هذا اليوم للاحتفال بالمرأة البحرينية. رغم هذا التجاوب مع هذه الدعوة لتعبيرا عن الامتنان والاعتراف بدور المرأة البحرينية عموما. وإن هذا التكريم للأخوات العاملات في بيت التجار لهو اعتراف بدورهن المميز، وهن بلا شك جديرات بهذا التكريم، وليس منا من لا يشعر بتقدير عميق تجاه هذه الخطوة وهذا النهج. إنها مبادرة طيبة تستحق كل تقدير، أن تتبنى الغرفة منهجا لتكريم قدام العاملات في هذه المؤسسة العريقة التي نعتز جميعا من انتماء إليها كنهج سنوي نحتفي فيه بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام. وحقيقة نحن في الغرفة نعتز بأن نسبة العاملات لدينا تقارب 40% من إجمالي العاملين، ما يعطي مؤشرا إيجابيا بأن المرأة البحرينية بالغرفة قد أثبتت جدارتها وكفاءتها. كما أن العديد منهن مهيئات لتولي مناصب قيادية بهذه المؤسسة العريقة، فضلا عن وجود بعضهن في مناصب قيادية حاليا. أذكر على سبيل المثال الأخت ضحى حسين الكيم رئيسة مركز الفعاليات، والأخت شيماء كبري مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وقريبا ستنضم إلينا أيضا مديرة إدارة الدراسات والبحوث إن شاء الله في يناير. وحقيقة بصفتنا نمثل قطاع المال والأعمال لابد من ذكر بعض المؤشرات التي تحكي عن الدور الذي تحتله المرأة البحرينية كعاملة ورائدة وصاحبة أعمال. قد تشير إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل أن عدد نساء العاملات البحرينيات بالقطاع الخاص في البحرين بلغ 48% من إجمالي العاملات في هذا القطاع في يوليو 2014. والإنجازات التي حققتها الشرطة النسائية في سنواتها الأولى: 1- إيجاد مكاتب تحقيق للشرطة النسائية في قضايا النساء والأحداث في كل مركز مراكز الشرطة التي كانت تفتقر إلى مثل تلك المكاتب. نجحنا في فصل الأحداث عن البالغين في أماكن الحجز بالمراكز حتى حصلنا على مبنى خاص بالأحداث، كان في البداية مبنى صغير ثم أصبح فيما بعد مبنى مستقل وسجن خاص للنساء. نجحنا في صدور قانون الأحداث لعام 1976 ومحكمة خاصة وقانون خاص للأحداث. مثلنا البحرين في المحافل الدولية والعربية. ولا يفوتني أن أشير بدور الشرطة النسائية في ترشيح وتدريب المستجدات من الشرطة النسائية التي التحقت فيما بعد بالقسم. هذا شيء قليل أسجله للتاريخ في حق الشرطة النسائية التي اقتحمت ميدان من أصعب الميادين في زمن لم يكن العمل بهذا المجال مألوفاً. يعني كانت المسيرة طبعاً صعبة في البداية، تقبل الناس لنا في الخارج وحتى داخل الشرطة، مجال الشرطة كان يعني تقبل ما كان في البداية يعني سهل يعني، بس احنا كنا يعني عندنا كان إصرار وكان ما يعني أثبتنا وجودنا، فلما أثبتنا وجودنا أثبتنا احترامنا والكل بدأ يقدر الشرطة النسائية وقدر دورها اللي قاعدة تكون فيه. للآن الشرطة النسائية موجودة في كل المجالات الشرطية تقريبا يعني، وأثبتت وجودها. Thank you.
الشخص.